عالم القرآن عالم ساحر وغني، كل لما تبحر فيه بتتعلم وتفهم وتستمتع وعقلك ينور. كتاب عظيم مليان بالعبر النافعة ومعاني ومفاهيم من نور وكنوز من المعرفة والحب والإنسانية، ورسائل لينا من ربنا ملهاش حصر بعدد آيات القرآن. القرآن كان وسيظل منهج بناء للحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوق نجاه لكل حائر. مفيش أجمل من إننا نعيش ونبحر في القرآن في شهر القرآن. رسالة من الله. رمضان 2017 على النهار نور. رمضان بالطاعة أحلى.